أسأل مرة أخرى النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، أهلا بيكي. أهلا وسهلا فندم. يعني سيادة النائبة كنت معنا الأسبوع الماضي، كنا نتحدث عن هذا القانون. هذا القانون تم إقراره الآن ب 13% وعلى أن يزيد العام المالي المقبل ب 14%. شايفة إزاي هذه النسبة؟ وكنت وقتها قلت لنا إن عندك تساؤلات عديدة، إذا ما تم الإجابة عليها من قبل المعنيين فإنك ستوافقين على هذا القانون. أيوة فندم، فعلا حصل الكلام ده. طيب قولي لنا بقى ايه اللي حصل عشان توصلوا ال 13%، وانت كنت بتقولي لنا ان انت شايفه 10% كفايه. لا، ما انا لغايه دلوقتي شايفه ان 10% كفايه. يعني ده رايي الشخصي، لكن انا مش اغلبيه. فالاغلبيه في البرلمان اقرت ال 13%. حضرتك صوتي بنعم ام لا؟ لا، انا في الاخر ما صوتش بنعم. لا، ما صوتيش بنعم. طيب شايفة بقى ازاي 13% دلوقتي واحنا منتظرين انها تزيد العام المالي القادم؟ شايفة ازاي هذه النسبة في ظل ما اثير حول هذا القانون، وانتوا فهمتوه لنا في الاخر انه القانون ده 13% يعني هيتم تطبيقهم على كل مراحل الانتاج، فده معناه انه هيكون في زيادة في السعر بطريقة او باخرى، والتخوف انها تأثر على محدود الدخل. بصي، هو الوضع حاليا انه متهيألي كل الناس لمساه اوريدي، هيبقى في نسبة زيادة فعلا موجودة، لكن اتمنى ما تكونش يعني كتيرة لدرجة ان المواطن يعني يشتكي منها. اما بالنسبة لموضوع المراحل، يعني مش هي دي اللي هتأثر بالنسبة الكبيرة، يعني بس هيبقى في زيادة. بس اتمنى كده في زيادة ما جاتش من 1%، ده قصدك يعني؟ لا، انا هي يعني هيبقى في زيادة 3% دول الموجودين. كان رأي ساعتها الحكومة انه في زيادة اوريدي، وهو هتبقى زيادة لمرة واحدة، يعني زي تضخم لمرة واحدة، وبعد كده الدنيا هتستقر. ده كان رأي الحكومة ساعتها يعني. طيب البعض دلوقتي بقى بيتهمكم في مجلس النواب سيادة النائبة بأن انتوا رجعتوا تاني لمرحلة الأمين لكل ما تقوله الحكومة، ان انتوا في الاخر لسه بتمضوا على يعني ايه الورق او على بياض لما تريد ان تقره الحكومه، خاصه الحكومه مش بس كانت متمسكه بهذا القانون ولكن ايضا لانه هو هيخدمها في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. لا، هقول لك حاجه، لو احنا هنتكلم عامه عن القانون، وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، قلت لك كقانون هو مش وحش، بالعكس هو بيعالج يعني عوار تشريعي كان موجود في ضريبة المبيعات، وكان مطلوب. يعني أنا كان اعتراضي الوحيد هي على نسبة 10%، ويعني وكان يمكن للوقت الراهن، يعني لو ما كانش في زيادات اللي حصلت قبل كده من كهرباء ومية ودولار وكده، أنا كنت شخصيا مش هعترض على 14، لكن لأجل الظروف الموجودة حاليا في البلد أنا كنت، ده كان سبب اعتراضي يعني، وان انا كنت شايفه ان ممكن يكون في مصادر اخرى غير الزياده في الضريبه. ولكن غير كده، لو القانون كان مش في الاجواء دي كان بالنسبه لي هيبقى مقبول بنسبته. طيب انا بشكرك، انا بشكرك. فقصدي ان القانون نفسه مش حكايه امين، لا، هي القانون نفسه كويس مش وحش. طيب يعني مش حكايه امين، القانون مهم، بس كان اعتراضك الشخصي على النسبه، ومع ذلك الأغلبية هي التي تحكم. أنا بشكرك النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب معايا.